ناس هما موظفي السجن المحلي تولاد، الأولى مضمون بحق، ثم القبعة الثالثة وتتكون من فريق المستقبل، صقور للمحاماة، وفريق وأخيرا فريق النصر للعدالة. وتأتي القبعة الرابعة المغربية لممولي الحفلات، ومحبي نادي برشلونة. أتمنى على أنه في الدورة القادمة يتنصف حتى فريق الرياض. كانت فيها القبعة الأولى، القبعة الثانية، والقبعة الثالثة. نادات على من سيقوم بعملية الفرق. شكرا جزيلا أستاذ فؤاد على التضحية ديالو والمواكبة ديالو لهذ القرعة. بعجالة أناديه الأستاذ يتواجد على رأس مجموعة دي. وأخيرا موظفي السجن المحلي تولاد جوج يتواجدون على رأس مجموعة دي. ننتظر فقط تأكيد أي مجموعة بي. مجموعة بي إلى جانب حامل اللقب موظفي السجن المحلي تولاد جوج المحكمة الابتدائية بمناسبة مصطفى الشهري. مرحبا. قاعد حساب هذاك وريها له شوفها. الى جانب فريق جمعيه محامين الشباب بمكناس والاكل. فريق المجلس الجهوي للمفوضين بمكناس. المشاركه الثانيه مع جمعية المحامين الشباب بمكناس. مجموعة السي إلى جانب تعليم مكناس. الخزينة الإقليمية بمكناس. بحكم الواقع غادي يتواجد في مجموعة دي. إلى جانب فريق أوقاف مكناس. ممثل القبعة الثالثة مع الاختيار الأول وفريق النصر للعدالة. النصر للعدالة سيتواجد في المجموعة دي إلى جانب كل من أوقاف مكناس والخزينة الإقليمية بمكناس. حظ موفق
للفرق المشاركة. سي فؤاد نزهي ممثل فريق الصقور للمحمد. فريق الصقور للمحمد سيتواجد في مجموعة بي إلى جانب كل من منطفي السجل المحلي ثلاث جوج وفريق عدول مكناس ونادي كذلك فريق نادي أوقاف مكناس يعرف المشاركة للمرة الثالثة. فريق المجد للمحاماة فريق المجد للمحاماة يتواجد في المجموعة A إلى جانب كل من جمعة محامين شباب بمكناس وفريق كتاب الضبط المحكمة الابتدائية بمكناس. شكرا. إذن آخر فريق وهو المستقبل للمحاماة يتواجد في المجموعة السي في انتظار التأكيد إلى جانب كل من فريق التعليم مكناس والمجلس الجهوي للمفوضين بمكناس. وقيمة مضافة للدوري محبي فريق نادي برشلونة وهو كذلك فريق يعرف المشاركة للمرة الأولى في هذا الدوري سيتواجد كذلك في المجموعة السي إلى جانب كل من فريق تعليم مكناس المجلس الجهوي للمفوضين بمكناس وفريق المستقبل للمحاماة. أستاذ هجر اختارت فريق شباب التربية والتعليم الذي سيشارك في المجموعة A إلى جانب فريق جمعية المحامين الشباب بمكناس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس وفريق المجد للمحاماة. إذا المجموعة مكناس والذي يعرف المشاركة الأولى في هذا الدوري شد بدل ملعب القوت الباع الدوري بدينا سالينا قبل ما نبدا الفيدرالية المغربية لمموليني الحفلات فرع مكناس وكذلك من الفرق المشاركة لأول مرة نتمنى كذلك ما دام ممثلي هذا الفريق متواجدين معنا أنهم يضحوا بالغالي والنفيس من أجل إرساء هذه المبادرات التضامنية التي يعرفها الدوري على أرض الواقع. يتواجد في مجموعة فريق النجم الرياضي أتلانتا سنة حمرية زيد هكا تدخل واحد المدربة عين مازال الأستاذات